في هذه السنوات المتأخرة ظهر لنا عند رأس السنة الميلادية أو في رمضان أو في أي شهر من شهور السنة، ظهر لنا ما يسمى بمسلسل أو بفيلم أو بنشيد أو بشيلة أو بأنشودة أو ما شابه ذلك مما يقال، هي طريقة من طرق الدعوة إلى الله عز وجل، ولا أحصرها في هذه الأشياء، فلربما يبتكر أصحابها ممن يزعم أنها طريقة إلى دعوة النصارى، قد يبتكرون طرقا أخرى. نسأل الله الهداية لهم في إصابة الحق في الدعوة إلى الله عز وجل. ولتعلم أنه ربما يقال إن هذا تشدد، ومن قال هذا القول فيخشى على عقيدته، لأن هذه هي طريقة القرآن، محاججة أهل الباطل، فكيف بأهل الكفر؟ محاججتهم بالنصوص الشرعية، لا بمسلسل ولا بفيلم ولا بأنشودة ولا بهذه الطرق التي من نظر فيها وسمعها وجد فيها أخطاء عقدية واضحة يدركها من لديه أقل علم. نعم، يدركها من لديه أقل علم. فيما مضى لما نشر ما نشر وجدت الأخطاء في التوحيد مما يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال إن هذا تشدد لو قيل بذلك فإنه يخشى على عقيدته، لأنها طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة سلف هذه الأمة، بل هي طريقة الأنبياء، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: والأنبياء يحاججون قومهم بالحجج الشرعية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. واحذر يا مسلم أن تكون ممن حذر منهم السلف، وهم الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل صائح، كلما ابتكر شيء جديد يخالف دين الله عز وجل ملح ومدح، فانتبه أن تكون من هؤلاء الرعاع. والحق واضح، لكن البعض إذا تعلق بالأشخاص أعماه الله عز وجل عن الحق وعن قبوله. ويقول رحمه الله، يقول مبينا أن دعوة النصارى ودعوة الكفار إنما تكون بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي طريقة القرآن، وضرب أمثلة. قال رحمه الله: قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الحجاز وفي مكة كان اليهود جيرانه، فأسلم منهم في مكة وطائفة في المدينة، وأكثرهم أسلم خارج مكة والمدينة. أيضا من بين الأمثلة مما يبين لك أنه لا يمكن أن يدفع الباطل بهذه الابتكارات التي تأتي، ويا ليتها سليمة، ما هي سليمة، بل أخطاء حتى هي في ذاتها غير شرعية، لكن تنزلا بها أخطاء عقدية، بها أخطاء في التوحيد، ابتكارات. كلما نعق ناعق أو صاح صائح إذا ببعض الناس يطبل له، وهذا من الخطورة في مكان. ونسأل الله أن يهدي الجميع، والمراد من ذلك إظهار الحق حتى لا يلتبس، ولا تكن من الرعاع الهمج الذين يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل صائح. من الأمثلة كما قال رحمه الله، يقول: لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم من الحبشة، قال ابن تيمية، وهذه تدل على أن هذه القصة ثابتة عنده، قال: هي متواترة عند العلماء. لما أتوا إلى الحبشة فارين بدينهم، وأتى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بن أمية، وقالوا: إن هؤلاء تركوا ديننا وابتدعوا دينا، وهذه هدايا لكم للأساقفة وللنجاشي. دعاهم
دعاهم النجاشي قال ماذا لديكم؟ ماذا صنع جعفر؟ مات بطرق يمنة أو يسرى. قرأ عليه صدر سورة مريم، سورة مريم إلى قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال فبكى النجاشي وبكت الأساقفة، أساقفته بكت، وقال ردوا عليهم هداياهم سيحوا في أرضي آمنين مطمئنين. بالقرآن العظيم في سورة التوبة التي فيها قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال رحمه الله ليس مجرد أنه يسمع كلام الله ألفاظ دون أن يعرف معناها، يقول لا ليس هذا هو المقصود، فما ظنكم بمن ابتكر أشياء وفيها ما فيها. قال رحمه الله قال بل لابد أن يسمع هذا الكافر الذي استؤمن، لابد أن يسمع كلام الله، ما هو كلام البشر، لابد أن يسمع كلام الله وأن يفهم معناه. قال وإن كان غير عربي ولا يفهم يترجم له، يترجم له، ما هو مثل بعض هذه الأشياء التي ابتكرت وترجمتها خاطئة ومخالفة وتنقل صورة عن القرآن وعن الدين مما يخالف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عيسى وعن أمه عليهما السلام. قال وإن كان عربيا ليس بأعجمي ولم يفهم بعض الكلمات في القرآن فإنه يفهم هذه